مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من العاصمه السوسيه مدينه اكادير. وبطبيعه الحال في تسليط الضوء على الحريق الذي شب ليله امس بشكل مروع باحدى المحلات التجاريه والمتعلق بمطعم خاص بالاسماك. كما كتشوفوا يعني كارثه حقيقيه حلت بهذا المطعم بعدما التهمته النيران بشكل كامل. فلولا الالطاف الالهيه لكانت ستقع يعني الطاف بطبيعه الحال الالهيه حالت دون وقوع خسائر في الارواح، فقط هناك خسائر ماديه فادحه لحقت بهذا المحل التجاري كما كتشوفوا الذي تحول الى شبه كومه محترقه بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا عبر هذا البث المباشر. يعني خسائر بالجمله تقدر بملايين السنتيمات بطبيعه الحال، فربما الاسباب الحقيقيه للحريق لحدود الساعه يعني غير واضحه بتاتا. فكما كتشوفوا معنا يعني هذه هي مخلفات الحريق بعدما تفاجأ صاحب المطعم باندلاع نيران ملتهبه اتت على الاخضر واليابس كما يقال هنا بهذا المطعم المعروف وسط مدينه اكادير. وكما كتشوفوا ربما ليله من الجحيم عاشتها يعني الساكنه المجاوره لهذا المطعم بعدما اندلعت نيران كثيفه وكادت ستؤدي بكارثه لولا الالطاف الالهيه كما قلت. فللمزيد من المعلومات والمزيد من التفاصيل بطبيعه الحال معنا يعني صاحب المحل وصاحب هذا المطعم الذي غادي يتحدث لنا بخصوص يعني هذا الحريق، كيف شب هذا الحريق وما هي الاسباب والمسببات ديال هذا الحريق اللي ربما لم تشهد له المنطقه مثيل. فكما كتشوفوا يعني المطعم اصبح كله محترق بالكامل. كما كتشوفوا يعني كنتمناو يعني الله يعوض يعني صاحب هذا المحل يعني في المحل ديالو بطبيعه الحال. فغادي ناخذوا يعني التصريح ديالو ويتحدث لنا بخصوص يعني هذه الكارثه ويتحدث لنا ايضا بخصوص يعني ربما يعني هذا الحريق اللي كتشوفوا يعني كتشوفوا المخلفات ديال هذا الحريق مع الاسف الشديد. فغادي نعطيوه بطبيعه الحال يعني الميكروفون باش انه يتحدث لنا بخصوص المخلفات ديال هذا الحريق. السي عادل مرحبا بك. تفضل. السلام عليكم. مرحبا. سي عادل اولا يعني الله يعاونكم. اللهم امين. مرحبا. شنو ممكن تقول لنا بخصوص يعني هذه الكارثه اللي هذه الكارثه كيفاش وقعت؟ هذه الكارثه لحد الان حنا ما باقيين مصدومين. باقيين مصدومين في هذا الشيء اللي طرا البارح مع 12 شونس ديال الليل. العمال خارجين بخير وعلى خير كيديروا الميناج ديالهم، داروا المسائل ديالهم، الامور كما مولفين. واحد شويه كان تفاجئوا بهاد واحد الانفجار. انفجار قنينه غاز ربما. نعم؟ انفجار قنينه غاز ربما. لا سيدي لا، انفجار وقع واحد الانفجار اللي هو ما لحد الان حنا ما مازال ما استطعناش نعرفوا المشكله شنو هو. السبب اللي لحد الان حنا ما عرفناش السبب. الانفجار بوحدو. يعني سديتو ربما يعني كون كانوا الناس كلهم. الا وقعت كارثه، حنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى وكنحمدوا الله ونشكروه ملي ما كاينش الارواح. ولا العمال ديالنا اللي موقع اي شي واحد وقع عليه شي حاجه هذاك هو الفضل ديال الله. اما هذا الشيء الحمد لله راه كلشي كيتعوض. بجهد الله. هادشي كيتعود، حنا دابا راه كاين شي خسائر اللي هنا المادية اللي هي كثيرة بزاف، كثيرة. صلحنا المحل في شهر رمضان. تماما، واحد المبلغ اللي هو كثير. وصلحنا المحل وكنديروا واحد الجودة ديال حنا معروفين في أكادير بأن لا بيراميد اللي هي الوحيدة اللي خدامة في أكادير مزيان وهي اللي عندها الجودة. والحمد لله ترى هاد الشيء ما عندنا ما نديرو. اللي بغى الله سبحانه وتعالى مرحبا، اي حاجه جات من عند الله مرحبا. ربما كاين الناس اللي ربطوا هادشي يعني بالعين ديال الناس. كما كيقولوا العين حق، ولكن اللي بغى الله سبحانه وتعالى حنا ديما كنقولوا اللي دارها الله فيها خير. تقريبا الا قلنا لك يعني التقييم ديال الخسائر. التقييم شيء كثير بزاف، كاين المطريان وكاين شي مطريان جايين من برا وكاين والاصلاح وكاين بزاف كاين بزاف ما يمكنش انا. المحل مشى كامل. المحل مشى كامل. مشى كامل، مشى من الفوق بروميان دوزيام تروازيام كلشي مشى. راه ضعنا واحد الضياع اللي هو كثير بزاف، كثير كثير كثير، الضياع كثير بزاف بزاف. بالنسبة للتدخل ديال يعني أول حاجة
كنشكر رجال الامن والوقايه المدنيه والقوات المساعده وكاع المسؤولين البارح راه جاو بقاو معنا هنا حتى الخمسه ديال الصباح. جميع المسؤولين ديال البوليس ولا ديال الوقايه المدنيه ولا جميع المسؤولين البارح راه بقاو معنا هنا حتى الخمسه ديال الصباح. اتصلت بهم خمسة دقائق وقفوا البوليس رجال الامن ديال اكادير، كنشكرهم بهذا المنبر وكنشكرهم بزاف، والوقايه المدنيه وكذلك كنشكرهم بزاف 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 اللي هما كل ماشي التدخل ديالهم راه وقعت واحد الكارثه اللي هي نسال الله السلامه. سمعنا ايضا يعني كان انفجارات متتاليه ربما. نعم نعم نعم، هذا الانفجار كاين هذا الجار ديالنا حتى هو مسكين، حتى هو راه عنده نفس المشكل ديالنا، حتى هو شعلت ليه العافيه في الريستورون ديالو ونفس المشكل اللي وقعنا حتى هو وقع ليه. يعني جوج محلات. تماما 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 تماما، لولا تدخل ديال رجال الامن والوقايه المدنيه والقوات المساعده راه وقعت كارثه. راه من 12 شونس وهما معنا هنا حتى الخمسه ديال الصباح. بهذه المناسبة كنشكرهم بزاف بزاف، كنشكر رجال الأمن، كنشكرهم بزاف بزاف. خمسة دقائق وقفوا علينا، عشرة دقائق وقفت الوقاية المدنية، والحمد لله جاو ثلاثة ديال الشاحنات. الله يحفظهم والله ينصر سيدنا. وكنشكركم أنتم الصحافة، ونتمناو الله سبحانه وتعالى يعوضنا. شكرا بزاف. شكرا. انتم اخواني الكرام متتبعي قناه الشعب شوف تي في، كما كتشوفوا يعني هذا التصريح لصاحب هذا المطعم الذي اتت عليه النيران بشكل كامل كما كيظهر لكم من خلال يعني هذا البث المباشر. يعني خسائر بالجمله، خسائر فادحه جدا تكبدها هذا المطعم اللي هو احد اشهر المطاعم المعروفه يعني بالاسماك هنا بمدينه اكادير. كما كتشوفوا يعني يعني حجم الخسائر وحجم يعني الضرر كما كتشوفوا، يعني المخلفات ديال هذا الحريق مع الاسف الشديد. نسال الله السلامه ونسال العافيه، فلولا الالطاف الالهيه لا وقعت كارثه في الارواح. لكن يعني بعد اغلاق المحل بدقائق معدوده سمع جوي انفجار هز المكان لتندلع نيران كثيفه وتاتي على كل يعني هذا المحل كما كتشوفوا معنا اخواني الكرام. مخلفات الحريق، ربما حريق لم تعرف له منطقه العزيب مثيل منذ السنوات. فكما كتشوفوا يعني الاسباب الحقيقيه ديال الحريق لحدود الساعه غير معروفه بتاتا. فكما بطبيعه الحال يعني شفتوا معنا من خلال يعني تصريح المخلفات ديال الحريق بطبيعه الحال. فغادي نحاولوا يعني اننا نقربكم بطبيعه الحال يعني من المخلفات ديال هذا الحريق. انتم كتشوفوا ايضا يعني انفجار ديال مجموعه من قنينات الغاز اللي كانت يعني داخل هذا المحل. انتم قنينه اخرى تعرضت للانفجار كما قلت سابقا، فلولا الالطاف الالهيه لا سقطت يعني الارواح مع الاسف ولله الحمد. يعني ما يعني كان يعني رحيم يعني بالساكنه ديال العزيب بسبب يعني هذا الحريق كما كتشوفوا. فغادي نحاولوا اننا ندوزوا باش نشوفوا يعني انتم كتشوفوا يعني مجموعه من القنينات اللي انفجرت كما كتبان لكم. يعني الاسباب لحدود الساعه غير معروفه، والتحقيقات لا زالت جاريه من اجل تحديد حيثيات وملابسات يعني هذا الحريق المهول الذي اتى على هذا المطعم الشهير بمدينه اكادير بطبيعه الحال. ولله الحمد يعني فقط هناك خسائر ماديه وخسائر ماديه فادحه بلغت تقريبا يعني الملايين السنتيمات كما كتشوفوا. يعني جل ارجاء هذا المحل وهذا المطعم تحول الى كومه محترقه كما كيظهر لكم من خلال يعني هذا البث المباشر اللي كنسلطوا الضوء يعني على هذا الحريق اللي كما كتشوفوا. يعني المحل اصبح كله محترق بالكامل. كنتمنوا الله يصبر يعني مولاه والله يعوضه خير ان شاء الله يا رب. فانتما
يعني كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر مع الأسف الشديد. انتما يعني كتشوفوا يعني المخلفات. اول واحد غيجي هو انت. الله يكبر بك، الله يعطيك الخير. انتما شوفوا يعني حجم الضرر، يعني حجم الخسائر يعني الماديه مع الاسف. احنا دابا كنا في التحت، راه شتي الحاله كي دايره. هذا برومير ايتاج تاع هي، راه برومير ايتاج تاعو كامل مشى، كلشي مشى. هنا انا استاذ وما يعني لحد حنا لحد الان باقي مصدوم مصدوم، ومن البارح حنا ما ناعسين، حيت انا دابا كنقول واش هاد الخير جعلت فيه نيت العافيه ولا كنحلم. البارح كون جيتي تشوف استاذ هادشي راه لا اله الا الله. وحنا دابا راه ضايعين، حنا عندنا واحد الخسائر اللي هي كثيره بزاف، راه فايته واحد 200 مليون 200 مليون ديال الخسائر اللي عندنا. راه ضعنا والله يعوضنا خسائر اللي هي كثيره بزاف وفادحه بزاف. نشوفوا الدوزيام ان شاء الله. انتم كتشوفوا من خلال يعني هذه الصور اخواني الكرام يعني كيتضح لكم يعني حجم الضرر. انتم صراحه الضرر ليس مثله ضرر، كما كتشوفوا يعني الكل احترق، الكل اكتوى بنار اللهيب. كما كتشوفوا يعني الخسائر حسب يعني تقديرات ديال صاحب المحل تقدر بازيد من 200 مليون سنتيم. مع الاسف يعني الله يعوضه، الله يدير تاول ديال الخير. طبيعه الحال يعني لولا الالطاف الالهيه لكانت كارثه في الارواح. كما كتشوفوا مع الاسف يعني نسبة ديال الحريق بلغت 100% بهذا المطعم. انتم كتشوفوا يعني الجدران كل شيء تحول الى كومة متفحمة بطبيعة الحال. فانتم يعني هذا المطعم يتكون من 3 طوابق، يعني كل طوابق احترقت بالكامل، يعني الاجهزة الالكترونية، الكراسي، ايضا التجهيزات وكل شيء. انتم كتشوفوا ربما يعني هذا التلفاز يعني اصبح يعني دائب بسبب يعني اللهيب المحترق اللي اندلع يعني بشكل مفاجئ عند حدود الساعة 12 بطبيعة الحال من منتصف ليلة أمس. ولله الحمد يعني الخسائر المادية بلغت أزيد من 200 مليون سنتيم، ولله الحمد يعني لم تكن هناك خسائر بشرية، فقط يعني الخسائر المادية هي التي كانت يعني كما كتشوفوا أنتم ربما يعني كل شيء اصبح كومة متفحمة، كراسي متفحمة، يعني كل شيء مع الاسف يعني كما كتشوفوا. فقط يعني كنحاولوا اننا نقربكم بطبيعة الحال يعني من هذا الحادث المؤلم وهذا الحادث المفجع اللي ألم يعني بصاحب هذا المطعم. كما كتشوفوا معنا في اول خروج اعلامي له. انتم شوفوا يعني حجم الضرر وحجم يعني الخسائر اللي لا تقدر يعني بطبيعه الحال. يعني المسجد الوحيد اللي هو متحف، سبحان الله. هذا المكتب.